الحقيقة هناك قانون ينظم عمل المصارف الحكومية، فهو من الناحية المالية والإدارية مستقل، لكن لا تزال وزارة المالية تقوم بالإشراف على هذه المصارف باعتبارها مصارف عامة، ملكيتها تعود إلى وزارة المالية، فعمليا هناك تدخل في يعني توجيه هذه المصارف. السياسة المالية لهذه المصارف ليست منفصل عن سياسة وزارة المالية. جيد. طيب أنا أريد أسألك دكتور، فوائد القروض وصلت إلى 50%، يعني كيف تتعاطى مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية والتنفيذية مع هذا الأمر؟ والسؤال اللي ضمني يعني موجود أنه هذه موضوعة 50% موجودة بدول العالم لو فقط عندنا بالعراق؟ الحقيقة يعني عملية يعني قدرة المصارف العامة والخاصة على التمويل، يعني تمويل النشاطات الاقتصادية في العراق لا تزال دون مستوى الطموح. السبب بالتأكيد ارتفاع تكاليف التمويل. يعني أشرت حضرتك إلى وجود 50% تراكمية نتيجة وجود أموال لدى هذه المصارف لم تحرر باتجاه التنمية. فعملية تحرير جزء من هذه الأموال أو استثمارها، الرأس المال المصرفي الذي طبعا هو ليس ملك لهذا المصرف وإنما هو ملك المودعين، يتحمل بتكاليف الفوائد خاصة حسابات الودائع الثابتة. المصرف لا يستطيع تحرير كل رأس المال أو كل الودائع باتجاه التمويل، وإنما جزء من هذه الأموال فتتحمل تكاليف عالية.